عرفنا ان دي الصمام المترالي او المرضى المصابين بضيق في الصمام المترالي اهم عرض عندهم كرشة النفس لما يجوا يعملوا مجهود، وعرفنا ان اكتر سبب يؤدي الى ضيق الصمام المترالي هو اصابة الطفل بالتهاب الحلق واللوزتين، والميكروب السبحي اللي عمل الالتهاب ده بينتشر في الجسم وتتعمل أجسام مضادة ويؤثر على القلب، ولما بيأثر على القلب يعمل ضيق في أحد الصمامات أو ارتجاع أو ضيق وارتجاع في صمام واحد أو في أكثر. يعني ممكن الصمام المترالي يصاب بضيق وارتجاع أو ضيق بس أو ارتجاع بس، ممكن الصمام الأورطي بضيق أو ارتجاع أو ضيق وارتجاع، ممكن الصمامين الاثنين يتأثروا وهكذا. يبقى السبب 99% من حالات ضيق الصمام المترالي هو إصابة الطفل بالحمى الروماتيزمية وهو صغير. تبدأ الأعراض دي تبان بعد 10-15-20 سنة من إصابة الطفل بالتهاب اللوزتين والحل. طيب احنا النهاردة المريض بتاعنا عنده ضيق في الصمام المترالي، بنعالجه ازاي؟ مراحل العلاج بتاعتنا بتتدرج من ان انا ممكن اشخصه وبعدين اقول مش هناخد علاج بس هنحترس. ونحترس من ايه؟ مهم جدا جدا قبل ما تروح لدكتور السنان علشان حشو او خلع او تنظيف لازم تقول له ان انا عندي ضيق في الصمام المترالي. تاني حاجة درجات الحرارة، في اطفال وفي ناس كتير عندهم ضيق في الصمام المترالي يجي لهم حرارة نتيجة دور برد، ياخد مسكنات وحاجات تخفض درجة الحرارة تستجيب وتروح وتخف وما فيش حاجة، ما عنديش مشكلة في الكلام ده. لكن لو جالك وانت عندك ضيق في الصمام المترالي، ارتفاع في درجة الحرارة وبدأت تاخد المسكنات ومخفضات الحرارة وتنتها درجة الحرارة مرتفعة 3-4-5 أيام ومش راضي تروح خالص، احتمال مش كبير لكن قائم أن يكون في الميكروب أثر على الصمام وعمل التهاب جديد في الصمام. يبقى حرارة أكتر من 5 أيام ما بتستجبش للمضادات الحيوية وما بتنزلش مع مخفضات الحرارة، يبقى الدكتور فورا. طيب لما دول الحاجتين الاثنين الأساسيين لوقاية الصمام المترالي الضيق من إعادة الإصابة تاني. طب أول حاجة دي، طب أبدأ إمتى أخذ العلاج؟ لو بدأ المريض بتاعي يشتكي هديله مرحلة أولى أدوية، علاج بالأدوية، وبعدين جايز يجي للمريض في مرحلة متأخرة شوية لما أجي أكشف عليه وأعمله الأشعات اللازمة أعرف إن هو وصل لمرحلة من الضيق هتبدأ تؤثر على ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي وهتبدأ تأثر على كفاءة عضلة القلب وممكن تعمل مضاعفات للمريض بتاعي. في الحالة دي أقول له لا، مرحلة الدواء انتهت، لازم ننتقل إلى مرحلة جديدة من العلاج. المرحلة الجديدة من العلاج دي هي عبارة عن إيه؟ يا إما أوسع الصمام المترالي بالبالون يا إما أعمل عملية جراحية لتوسيع الصمام المترالي الضيق. مين اللي هعمل له توسيع بالبالون ومين اللي هحوله للجراح علشان يعمل له توسيع بالجراحة؟ دي هتعتمد على حاجات كتير جدا، الطبيب هو لوحده اللي قادر على اختيار العلاج المناسب. هل نسبة الضيق في الصمام قد إيه؟ في تكلس فيه ولا لا؟ في إصابة في شريان تاني ولا لا؟ في ارتجاع في نفس الصمام ولا لا؟ ارتفاع ضغط الشريان الرئوي قد إيه؟ في جلطة في الأذين الأيسر ولا ما فيش؟ في عوامل كتير جدا جدا أنا اللي ما أشوفها وأحطها على بعضها كده أقول لا، عملية توسيع الصمام المترالي بالبالون لهذا المريض أقدر أعملها له، هتديني نتيجة كويسة وبدرجة عالية من الأمان ومضاعفات قليلة أو مفيش مضاعفات. أو مريض آخر أجي أعمله تقييم للحاجات اللي احنا قلناها دي أقول لا، عملية توسيع الصمام بالبالون في المريض ده مش هتديني النتيجة اللي أنا عاوزها أو جايز تبقى خطر عليه، وبناء على كده هيبقى الأنسب إن أنا أحوله للجراح علشان الجراح يعمله توسيع أو تغيير للصمام المترالي المصاب بالحمى الروماتيزمية. يبقى علاج ضيق الصمام المترالي يعلاج بالدواء
يا توسيع بالبالون يا تحويل الجراحة لتوسيع جراحي أو تغيير الصمام. أختار الطريقة الهين هتعتمد على الحالة الصحية للمريض ودرجة الإصابة. مين اللي هيحدد ده؟ الطبيب المعالج ذو الخبرة مش أي حد، علشان في بعض الناس ما عندهمش خبرة كافية يستعجل ويعمل توسيع أو يعمل تغيير قبل ميعاده، أو يأجل العملية ويماطل في العملية لحد ما عضلة القلب تتأثر وتبقى النتيجة في الآخر مش كويسة. إذن اختيار التوقيت وقرار اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لهذا المريض بعمل توسيع بالبالون أو بعمل توسيع جراحي أو بتغيير، دي أهم نقطة في الموضوع. إمتى أبدأ أتدخل؟ طيب لو أنا جيت أتدخل ولقينا المريض بتاعنا محتاج توسيع بالبالون، هل أي حد يعمل عملية التوسيع بالبالون؟ الحقيقة لا. حضرتك لما العربية بتعطل بتروح تدور على الميكانيكي الشاطر اللي يعملها لك مرة واحدة وما تعطلش منك في الطريق تاني. لما الموبايل بتاعك بيعطل بتروح تدور على واحد متخصص أو بتروح التوكيل عشان تقوله صلح الموبايل بتاعك. لما تيجي رايح بقى تعالج قلبك يبقى لازم تختار الأستاذ أو الدكتور أو المتخصص اللي عنده الخبرة الكافية لعلاج القلب بتاعك. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا لما أقول أنا هوسع الصمام المطرالي، أنا ممكن أوسعه بعدة طرق. هل أنا أوسعه بالبالونة ولا بجهاز معدني؟ طب لو هوسعه بالبالونة في طريقتين، هل هي طريقة البالونتين ولا طريقة البالونة الواحدة؟ طيب البالونة الواحدة هل هي اللي بتستخدم مرة واحدة وبتترمي صناعة صينية، ولا اليابانية اللي بتستحمل معايا أكتر وممكن توسع صمام متكلس أكتر؟ يبقى أنا بختار البالونة ومقاسها وطولها وقطرها وطريقة نفخها وطريقة تصنيعها بناء على حالة المريض اللي قدامي، علشان أضمن إن أنا عملت التوسيع بأمان وبكفاءة ويعيش معايا العيان مستريح بعد كده. إذن مش كل حاجة، مش كل توسيع بالصمام المطرالي هو نفس الشيء، لا إطلاقا. أنا أكلت سندوتش طعمية، اسمه سندوتش طعمية في فينو ولا بلدي بقى مش مشكلة، لكن توسيع صمام مطرالي أنا استخدمت إيه المستلزمات اللي أنا استخدمتها علشان أضمن حاجتين. أضمن إن أنا هطلع بنتيجة كويسة جدا للتوسيع وتستمر معايا، وأضمن إن المريض بتاعي هيقوم بأمان بدون مضاعفات. يبقى عندي أنواع المستلزمات بتفرق، خبرة الطبيب بتفرق، إمكانيات المستشفى اللي أنا بجري فيها العملية دي أو بجري فيها عملية التوسيع بتفرق. وعشان كده عروض الأسعار اللي حضراتكم صح أحيانا واحد يسأل كده في رسالة على الواتس ولا في رسالة على الفيسبوك ولا حاجة، ولا هي بتكلف كام؟ هي إيه اللي بتكلف كام؟ ما هو كل حاجة ولها تكلفة، كل حاجة ولها تمن. المهم كله القرار، هل أنت فعلا محتاج توسيع الصمام في الوقت الحالي ولا لأ؟ طب هل أمان أنك تعمله في اللحظة دي ولا لأ؟ طب إيه هي الطريقة اللي هيتوسع بها الصمام عشان يدينا نتيجة كويسة وما يديناش مضاعفات؟ ديت الحاجات المهمة جدا والقرار المهم اللي لازم يتخذه دكتور عنده الخبرة الكافية في هذا المجال. ومش كل دكتور قلب بيعمل توسيع للصمام المطرالي، لكن توسيع الصمام المطرالي في ناس متخصصة جدا في التوسيع. طيب لو قررنا ان احنا نعمل توسيع للصمام المطرالي بالبالون، هل ده عملية كبيرة وفيها بنج كلي وفيها تخدير وفيها كده؟ اطلاقا توسيع الصمام المطرالي بالبالون بيتم والانسان صاحي. كل اللي احنا بنستخدمه بنج موضعي، حقنة بنج موضعي في اعلى الفخذ، وبندخل بالبالونة بتاعتنا اللي احنا محددين طولها ايه وقطرها ايه وطريقة دخولها ازاي وهنفخها بايه ولدرجة قد ايه. كتكنيك بقى او كمستلزمات احنا محضرين نفسنا، بنعمل كل ده والمريض بتاعنا صاحي وقاعدين بنتكلم مع بعض اثناء العمل، وبنقعد نشرح له استحمل يا بابا، استحمل يا ستي، احنا خلاص هننفخ اهو، هتحس بشويه دوخه دلوقتي ما تقلقش. بنقعد نتكلم وهو بيبقى متفاهم معانا وبيبقى متابع معانا كل حاجه. بنخلص بنشيل العده بتاعتنا كلها نخرجها بره، ما بنسيبش اي حاجه جوه قلب العيان. يعني لو عملت توسيع بالصمام المطرالي للبالون
هل انا بسيب بالونه جوه؟ لا. هل بسيب مستلزمات جوه؟ لا. هل بسيب حاجه جوه القلب؟ لا. انا دخلت ونفخت والحته اللي لازقه وعامله كده انا قمت نفخها قامت وموسعه كده والصمام بدا يشتغل بكفاءه احسن وخلاص. يبقى المريض بيعمل العمليه دي وهو صاحي من غير بنج كلي ولا حاجه خالص، بيقعد معانا تحت الملاحظه 24 ساعه، وتاني يوم بيخرج بعربيته ماشي مروح على بيته وبيمارس حياته شبه طبيعي. بنقول للي عمل توسيع بالبالون ان المكان اللي احنا دخلنا منه في اعلى الفخذ ممكن نقطتين دم يهربوا مننا تحت الجلد، هتلاقي شوية تورم او شوية زرقان او شوية احمرار في اعلى الفخذ، ما تقلقش. ممكن تلاقي زيتونة مكببة كده وحاجة في حجم الزيتونة كده في أعلى الفخذ مكان ما دخلنا دي، هتنا أسبوع اتنين توجعك، ده مكان التئام الجرح بعد دخول البالون، ده شيء طبيعي جدا وبيروح بعد خلال الأسبوعين، والمريض بيروح تاني يوم ماشي على رجليه. آخر نصيحة أقولها لكم يا السادة المشاهدين، لو عندك طفلك أو طفلتك وجالهم التهاب في الحلق أو اللوزتين، الأم في البيت، المدرسة في الحضانة، طبيب الزائرة الصحية في المدرسة، لو سمحتوا تكرار الإصابة الحلق واللوزتين بالميكروب السبحي يعرض الطفل للإصابة بالحمى الروماتيزمية وضيق الصمام الميترالي اللي يبان عليه الأعراض بعد 10-15 سنة. يبقى أعمل إيه؟ لازم أعالج التهاب الحلق واللوزتين بسرعة جدا وبكفاءة، وأدي مضاد حيوي يختاره الطبيب المعالج بتاعي للفترة معينة، مضاد حيوي اسمه إيه، جرعته قد إيه، لفترة قد إيه، علشان أحافظ على قلب طفلي ما يجيلوش حمى روماتيزمية، ما يجيلوش ضيق في الصمام الميترالي، ما يحتاجش في يوم من الأيام لتوسيع الصمام بالبالون. أطيب تمنياتي لكم بالصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله.